أين الأمل والعناء؟ طيف أطل كالرجاء، حلما وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. أين الأمل والعناء؟ ضيف أطل لك الرجاء، من وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. من عتمة الليل لبى نجانا، خلف الروابي أتانا، عهدا أن نحمي ثرانا ذرانا. لا لا لن تهاني حمانا، كالأمان أرواحنا نور الفدا، ترتحل إلي الصدى. لا تحزني ما ضاعت سدى، هزت الطغيان والردى. لا تحزني ما ضاعت سدى، وترقبي روحي غدا. تمرد إيشان ونهايته المحتومة. شيخ با، اذهب وتقص لي حقيقة الأمر، إن كان كونغ مين قد مات أم لا زال حيا. أمرك يا والدي. ألم تستنتج من كل الأدلة التي وصلتنا أن كونغ مين قد مات وانتهى أمره؟ نعم، ولكنه قد يكون تظاهر بالموت كي يباغتنا بهجوم مفاجئ. كلامك صحيح، علينا أن نكون حذرين، فكونغ مين ليس شخصا عاديا لنأمن جانبه. اطلب جعجر إلى هنا بسرعة أيها الحراس. تحت أمرك سيدي. أنت تتقن تفسير الأحلام صحيح؟ إلى حد ما يا سيدي. ما هي رؤياك أيها القائد إيشان؟ رأيت في حلمي أنه أصبح لي قرنان في رأسي. رأيت رأسك وعليه قرنان؟ إنها رؤيا وليست حلما. ها؟ إنها رؤيا تحمل بشارة الخير. وأين بشارة الخير في هذا الحلم؟ لأن كل من الغزال والتنين يمتلكان قرنين في رأسيهما، وهذا يدل على أنك ستحلق وتغرق في خير كبير بسبب تلك الرؤيا سيدي. إن صدق تفسيرك للرؤيا ستنال مني مكافأة مجزية. سأترقب معك تفسير رؤياك لأنعم بالمكافأة. سيد في؟ سمعت أن القائد إيشان أرسل في طلبك على عجل. نعم، رأى في نومه حلما غريبا وطلب مني أن أفسره. حلم أنه أصبح له قرنان في رأسه يا سيدي. في آي؟ أيها القائد. أهلا بك يا في آي، هل حدث شيء استدعى قدومك؟ للأسف نعم، مات كونغ مينك. حقا؟ وقد أوكل لك قبل موته مهمة الانسحاب بهدوء. ومن نام مكانه بعد موته؟ نائبه ياني، وأوصى بنقل جميع صلاحياته العسكرية المتعلقة بالقتال بعد موته إلى القائد جيان وي. والسيد يان آي يطلب منك تنفيذ الأمر، وهذا رمز الجيش. إن يان آي مجرد نائب، وليس من مهامه إصدار الأوامر العسكرية لي، بل عليه أن يتولى أمر إعداد الكفن الآن وترتيب مراسم الجنازة لا أكثر. إنه ينفذ أمر كونغ مينغ وحسب. لكن كونغ مينغ قد مات، ولا أريد أن أسمع باسمه بعد الآن.
لو أنه أصغر خطة التي وضعتها لكنا غزونا شانان منذ وقت طويل. أنا واحد من أهم قادة جيش شو، فكيف سأقود الجيش بشكل سري وأسحب به؟ سأنقل وجهة نظرك إلى يان آي، وإن كنت ترغب بأن يمنحك كامل السلطات العسكرية فقد أطرح الأمر أمامه، فما رأيك بهذا؟ حسناً، إن تمكنت من إقناع يان إي بالأمر فأنا سوف أكافئك. رفض إيشان تنفيذ المهمة، وكما بدا لي فهو يفكر بالتمرد منذ الآن. هذا ما توقعه كونغ مينغ قبل موته، لهذا أنا أرسلت معك رمز الجيش لأتبين إن كان بالفعل يفكر بالتمرد. حسناً، ولكن ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ سأتولى مهمة الجنازة وسأوكل أمر قيادة الجيش والانسحاب إلى جانوي. أمرك. لقد جئت في الوقت المناسب. لقد أخبرني في آي أنه سيقنع يان إي بمنح كافة الصلاحيات العسكرية، ولكنه لم يعد حتى هذه اللحظة. وصلتني أنباء بأن يان إي سيتولى مراسم الجنازة وسيرافقها حتى تدفن في شو، وبأنه أوكل كل مهام الجيش لجيان وي. لقد خدعني ذلك الوضيع في آي، قسماً لأقتله على فعلته الجبانة هذه. أجل، إنه يستحق القتل. هل ستتعاون معي؟ بالطبع أيها القائد، فأنا أمقت يان إي ولا أقبل أن يتحكم بنا. حسناً إذن، هيا لنأخذ الطريق الفرعي ونقطع الطريق على يان إي ونوقفه عند حده. سيدي، جيش شو انسحب بالكامل وتأكدت من موت كونغ مينغ. آن الأوان إذن لنلحق بهم. أبي، إن جيش شو أمامنا. استسلم يا سيمائي، خدعت مجددا. سيدي، نجحت الخطة وتراجع. استطاع كونغ مينغ وهو ميت أن يدب الرعب بسيماي وجيشه كاملا. إنه مذهل بالفعل، يا لخسارة هذا الرجل. سيدي، إن ماداي وآيشان اتخذوا الطريق الفرعي وقررا اعتراضنا لمنع الجنازة من الوصول. لم أتوقع أبدا أن يتمرد آيشان بهذه السرعة. حين تلاقيه في المعركة افتح هذا. أسرعوا إلى ناندجن. إيشان، لقد أحسن رئيس الوزراء معاملتك، فلما تقطع الطريق علينا؟ هذا ليس من شأنك يا جانوي، إنها مسألة خاصة. ادعو لي يان إي فأنا أريد أن أتحدث معه. إيشان، عرف رئيس الوزراء أنك ستقدم على هذا وعلمني كيف أستعد لك، والآن إن كنت تملك الشجاعة فقل بصوت مرتفع لثلاث مرات من هو الذي يجرؤ على قتلي، عندها ستستحق لقب البطل. ربما لو كان كونغ مينغ ما زال حياً لشعرت بالخوف، وربما لا أجرؤ على تنفيذ هذا الطلب أبداً، ولكنه مات، بل أستطيع أن أرددها آلاف المرات. رددها إذن يا إيشان. من الذي سيجرؤ على قتل إيشان؟ أنا من يجرؤ. إنه أمر كونغ مينغ،
قال لي إن أخذ الغرور بلبه فطعنه في قلبه. بعد وفاة كونغ مينغ تولت جيان وي القيادة العسكرية لجيش الشور، واتبع تعليمات كونغ مينغ فنهض بالجيش وأعاد تنظيمه استعداداً لغزو وي مرة أخرى. وفي عام 239 مات إمبراطور وي بسبب المرض، واستلم ابنه تساو فانغ بعمر 8 سنوات، لكن أمور القيادة الفعلية كانت لعمه القائد تساو شوانغ. أين والدك؟ لما لم يأتي إلى القصر؟ والدي يعاني المرض، وضعه الآن صعب. أرسلني القائد الأعلى لعلاجك بعدما بلغه أن المرض قد نال منك. أنا أحتضر. والدك في حالة سيئة جدا، وعليك أن تستعد لما هو أسوأ. لما تظاهرت بالاحتضار يا أبي؟ لأن القائد تساو شوانغ رجل طموح جدا، وهو يعرفني جيدا، وإن لم أتظاهر بأنني أحتضر فسوف يقتلني. اذهب حالا وأوكل لشخص ما تتبع حركات تساو شوانغ. والدي، ذهب الإمبراطور تساو شوانغ ومساعده في رحلة صيد، فنحن الآن في موسم الصيد يا أبي. إن هذا رائع جدا، لأنها فرصتنا كي نتخلص منهم جميعا. أصدر الأمر لكافة تابعين بغزو لويانغ حالا. والدي، لقد تمت السيطرة على لويان كما طلبت، وأخي سيما شي ألقى القبض على جميع أقرباء تساو شوانغ. علينا الآن انتظار تساو شوانغ أن يسلم جميع سلطاته لنا. ولكنه يسيطر على الإمبراطور الصغير، ماذا إن أجبر الإمبراطور لإصدار أمر بشأن الهجوم علينا وقتلنا؟ ألا يمكن ذلك؟ لا تخف، لأن تساو شوانغ لا يمتلك هذه الحنكة وهو يخاف كثيرا. وأنا أرى ذلك أيضا، ولكن يجب أن نتجهز للأسوأ دائما حتى لا نخطئ في الحساب يا أبي. سيدي! وقع سيدي! سيدي! أنباء سيئة! سيمايي قاد رجاله وسيطر على لويانغ. ماذا عن أقربائي هناك؟ تم اعتقالهم من أتباع سيمايي. سيدي تساو شوانغ لا تقلق، فالإمبراطور الصغير معنا، سوف نصدر أمرا باسمه على الفور من أجل قتال سيمايي وأتباعه ونستعيد لويانغ. لكنهم اعتقلوا زوجتي وولدي الصغير، فماذا سيحل بهما إن هاجمناهم؟ لا أحد يستطيع أن يضمن العواقب، فإن كنت حريصا على أسرتك فمن الأفضل أن تستسلم لسيمايي. أفضل أن أتابع حياتي كشخص عادي، وسوف أسلم لسيمايي جميع صلاحياتي. عاد تساو شوانغ الإمبراطور الصغير إلى لويانغ في الحال، وتنازل عن صلاحياته لسيمايي، فقام سيمايي بتنصيب نفسه رئيسا للوزراء، وتسلم أفراد أسرته القصر. أما تساو شوانغ فقد قتل. سيدي، قتلنا تساو شوانغ وكل أفراد أسرته. سيما زاو، ماذا نفعل اليوم بمن كانوا أتباعا لتساو شوانغ؟ القائد الشياخبة سوف يقتل أمام البقية، وسوف نعيدهم لوظائفهم تحت إشرافنا المباشر. ولينعم جميع العوام بالسكينة والسلام، ولتكن فاتحة خير منذ هذه اللحظة. كلامك صحيح، حتى تكون شخصا عظيما لابد أن تحتضن الجميع. سيدي، إن القائد جوخواي أرسل تقريرا أن شياخبة هرب إلى جانوي بعد أن أبلغه عن مقتل تساو شوانغ، وقال أنه بفضل مساعدة شياخبة استطاع جانوي اختراق منطقتنا. إن جانوي يحسن اقتناص مثل هذه الفرص. والدي، ابقى أنت في العاصمة لحمايتها، وأنا سأقود الجيش من أجل صد هجوم جانوي. اسمع يا بني، رغم أن جانوي لا يقارن بكونغ مينغ، ولكن احترس منه وخذ حذرك. لا تقلق. سيدي، القائد جوخواي قطع المياه عن جيش شو، فتراجعوا بدورهم، وقد نجحنا بحصار الخائن شياخوبا، وهو عالق الآن.
أريد أن أرى ذلك الخائن حالاً. أنا جيانوي قائد جيش شو العظيم. جيانوي شاخوبا، إلى أين المفر؟ هيا أتعلم؟ إلى الآن نعيش بحماية كونغ مينغ، فلولا سلاحه، أي سلاح السهام المتلاحقة، لما تمكننا من صدهم. لأول مرة بعد وفاة كونغ مينغ اتخذ جيان وي قراره، وهو شن الحملة الشمالية الأولى في عهد قيادته للجيش، لكن جيش وي قطع المياه عنهم وأصبحوا في حصار صعب. تعهد جيش تشوان بالمساعدة لكن لم يصلوا في وقتهم، وشن سيماشي هجوما شرسا، فاضطر جيان وي إلى التراجع لخانجون، وعاد سيماشي بدوره إلى لويانغ وانضم إلى والده. كنت أرى في عيون كل من حولي خوفا من سياساتي يا أبنائي، وهذا جعلني أزداد قلقا يوما بعد يوم، فكونوا حذرين بعد موتي. لا تقلق يا والدي، بما أننا نملك السلطة ونحسن استخدامها جيدا فليس هنالك ما نخشى منه أبدا. في عام 251 مات سيماي بسبب المرض، وتسلم ولداه جميع سلطاته من بعده وهيمنا على إمبراطور وي، وأصبحت مملكة وي حلما تحقق لسيماي وأولاده من بعده. سيدي، وصلتنا أنباء أن سون تشوان يعاني من المرض. كان يتمتع بصحة جيدة منذ فترة. بلغنا أنه في الشهر الثامن هبت عاصفة اقتلعت معها شجرة كبيرة سقطت على القصر، فأصيب سون تشوان بالذعر ولزم الفراش وهو مريض. هذا يعني أنه يشرف على الموت، أليس كذلك؟ نعم سيدي. والوزراء المحيطون به تقدموا في السن ويشكون على الموت أيضا، مثل لوشين وكونجين، وهذا يؤكد أن فرصتنا في غزو مملكة وو كبيرة اليوم. هذا صحيح. في عام 251 مات سون تشوان بسبب المرض عن عمر ناهز 71، فقام الوزراء في وو بدعم ولده لاعتلاء عرش المملكة. وما إن علم سيماشي بنبأ وفاة سون تشوان حتى أعد العدة، وظن أن الفرصة مناسبة من أجل غزو مملكة وو واحتلالها، ومن ثم قرر أن يجهز جيشا جرارا لهذه المهمة، وأطماعه تتجه نحو توحيد المملكتين تحت رايته، فأرسل سيما الزاو بجيش كبير لغزوها من 3 طرق، لكنه وجه بمقاومة شرسة وهزم في المعركة شر هزيمة. النصر والهزيمة أمر معتاد في المعركة، وإن عدونا الأخطر في هذه المرحلة هو جيان وي، لأنه ما إن يعلم بأمر هزيمتنا أمام وو حتى يشن حملة علينا، ويجب أن نستعد. إنه متعجرف، دعني أسير بجيش يقتل طموحه قبل أن يكبر. اسمح لي بمرافقة القائد سيما زاو، فأنا أكره جيان وي جدا. رائع، سوف تكون في طليعة هذا الجيش، وإني أرجو لكم أن تحققوا نصرا مشرفا لنا. تحت أمرك. Ah!
شيجر هذا مقاتل قوي ولا أدري كيف سنهزمه، لذا لابد لنا من التخلص منه بأي طريقة كانت، وإلا فإنه سيكون عائقا. سأتظاهر بالهزيمة وأقتله. لقد قطعوا عنا المياه مرتين، لذا أظننا سننجح إن دفعناه للاستيلاء على مؤونة جيشنا، وهناك سننال منه. هيا يا جان وي، اخرج لنزالي إن كنت رجلا بحق. سيدي، إنه لم يستجب لاستفزازي، أخشى أنه ينتظر دعما عسكريا من جيش تشيان. حسنا، إن تمكننا من قطع المؤونة عنهم فلن يعد بإمكانهم سوى التراجع والانسحاب، وهنا نقوم نحن بمطاردتهم وسوف نهزمهم شر هزيمة. إنه رأي صائب يا سيدي. هيا يا إلهي نهرب. هيا سوف نموت هنا، دعنا نأخذ المؤونة. هيا أسرعوا وخذوا هذه المؤونة بسرعة. اهربوا. أنا القائد جيان وي. نحن نستسلم لكم. أرجوك أن ترحمنا يا سيدي. ينزع كل منكم خذته ودرعه ويستسلم حالا. أمرك. روحي غدا